دلوقتي يعني في اول تصريحاتنا مدير الاحتراف في نادي ابها محمد ابو حسره، تعالوا نشوف قال ايه ونرجع تاني. كان في رغبه من المدرب اللاعب، فتواصلنا مع الاخوان في الاهلي المصري، ما قصروا، كانت المفاوضات شرسه وتمت الحمد لله بنظام الاعاره لمده عام. نعم الفتره كانت يعني تغلق يعني اخر يوم، احنا فاوضنا اللاعب في اخر يوم او والله تقريبا 150 الف دولار، نعم غير عقد اللاعب، نعم على نادي ابها. صحيح. طبعا سمعنا تصريحات مدير الاحتراف بنادي ابها السعودي واللي بيتكلم فيها عن ضم لويس ميكيسوني لاعب النادي الاهلي لمده موسم واحد على سبيل الاعاره، اتكلم عن التفاصيل طبعا والمبلغ اللي تم به استعاره ميكيسوني من النادي الاهلي. من مدير الاحتراف في نادي ابها الى محمود فتح الله يعني المدرب العام في نادي بيراميدز، تعالوا نشوف تصريحاته عن تاكس لونياس ونرجع تاني. فاول القصيده ان انت اللي عايز ينافس لازم يحافظ على القوام بتاعه الاساسي، لازم يحافظ على الاعمده اللي عنده، ف ده اللي النادي عمله السنه دي، بيحاول يحافظ على الناس اللي موجوده، اللعيبه الموجوده، الاعمده. بنحاول ما نلعبش كتير في السكواد اللي موجود، يعني دايما الفرق اللي بتبقى ماشيه كويس وعندها سكواد محترم الاضافات وبتبقى داخل الحدود يعني. فالحمد لله احنا بنحافظ، والنادي بدا الايام اللي فاتت يعلن كل يوم صفقات الناس اللي بتجدد، ودي خطوه مهمه جدا لينا بدايه الموسم الجديد. في خلال برضو الثلاث اربع ايام الجايين ان شاء الله يبقى في تدعيمات النادي برضو هيعلنها في وقتها. فالامور ماشيه بالنسبه لنا واحده واحده. من ثلاث اربع ايام برضو النادي اعلن ان تاكس مستمر مع الفرقه، مدير فني مفنش مع الناس بشكل كويس وعامل مركز كويس، فهيبدا الموسم. وده هتبقى اول مره ان تاكس تبدا مع الفريق الموسم اللي هو بدا، هو جه النادي مرتين فترتين، كل فتره بيجي في نص الموسم او ال 10 ماتشات الاخرى من الموسم، فدي اول فتره اول مره هيبدا الموسم مع الفرقه. ان شاء الله الموضوع يبقى ليه عامل ايجابي علينا ان شاء الله. سمعنا طبعا معاكم تصريحات محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، واللي اتكلم فيها عن انه بيراميدز محتاج ان هو يعني يحافظ على القوام الاساسي، لانه دايما بيحاول ان هو يحقق بطوله وبيشارك في العديد من البطولات سواء داخل مصر او على المستوى القاري. دلوقتي هنشوف تصريحات المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي بيتكلم فيها عن المدرب وعن عقود واحتراف وبيع اللاعبين. والله يعني ان هي راحله مفيش نيه، اذا كان في مقابل مادي كبير مغري احنا ما عندناش مانع. وانا بتكلم حتى من امبارح مع كابتن عبد الرحمن مجدي، ويعني جاله عرض اعتقد من الخليج بشكل او باخر ونناقش فيه، لكن هو مش جد، لم يرى الى المرحله الجاده ان احنا ننفذ يعني ان شاء الله. فانا غير دلوقتي يعني ما فيش حاجه هنقدر ننفذها، وهو باقي معانا هو سواء او بقى محمد ان شاء الله. الدوريات تقريبا يعني الفتره المسموحه للقيد بقت ضعيفه، يعني بقت مده صغيره جدا، وما اعتقدش ان هي بقى فيه فرصه يعني. طبعا المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس اداره النادي الاسماعيلي يتكلم عن باهر المحمدي وعبد الرحمن مجدي، وقال انه يعني ما فيش اي نيه لبيع اللاعبين، لكن لو في عروض قويه ممكن النادي الاسماعيلي يفكر في البيع. ايضا اتكلم عن المدير الفني الجديد للنادي الاسماعيلي، كل الناس منتظره تشوف مدرب الاسماعيلي خاصه على مستوى الجماهير في الاسماعيليه، قال انه يوم الخميس هيتم الاعلان عن المدرب الجديد وانه هو هيكون على مستوى طموح الجماهير. نتمنى ان شاء الله الاسماعيلي في الموسم الجديد يكون مختلف عن الموسم الماضي اللي كان من اصعب المواسم على مستوى